خطوات كثيرة على مستوى المؤسساتي وكذلك على المستوى القانوني، النهوض بحقوق النساء والأطفال في هذا الإطار مدونة الأسرة. اليوم اللي كذلك افتح ورش حقوقي يتعلق بمناقشة وتعديل المدونة وتمكين النساء على المستوى، خاصة كفئات هشة والأطفال. مجموعة القوانين الجنسية ديال الإلحاق الأطفال من أم مغربية من جنسية الأم ديالهم إذا كان الأب أجنبي، يعني مجموعة من الخطوات اللي دارت على هذا المستوى القانوني كذلك. وكذلك تفاعل المغرب مع الآليات الأممية واستقبال مجموعة من المقررين الخواص ديال هيئة الأمم المتحدة، وحضور المغرب في دورات الاستعراض الشامل وتتبع التوصيات ديال اللجان داخل. طبعا هذا كذلك هذا الإنجاز هو جواب على مجموعة من يحاولون عرقلة هذا المسار داخل المغرب بما له وبما عليه، بإيجابيته بمشاكله بعوائقه. نحن نسير في إطار مؤسسة الدولة، دولة الحق والقانون والمؤسسات. طبعا سيأخذ هذا وقتا، يتطلب مجهودات، يتطلب طاقات، يتطلب خبرات، يتطلب إمكانيات، لكن الإرادة حاضرة من أجل النهوض وتعزيز حقوق الإنسان. طبعا مجال المرأة هو من بين النقاط الأساسية التي يهتم بها المغرب، لا كما قلت على المستوى المؤسساتي، وكنشوفوا نلاحظ يعني مساهمة المرأة في مجموعة ديال المؤسسات وتمكينها يعني في هذا المجال، لا على المستوى القانوني ومجموعة ديال القوانين التي وضعها. اليوم مفتوح الورش الكبير ديال الحماية الاجتماعية، والفئات الهشة من ضمنها النساء غادي يستافدوا، سيستفيد طبعا من هذا المشروع الاجتماعي. طبعا ستستفيد النساء على اعتبار أن هذه الآليات الأممية تراقب طبعا مدى التزام الدول بالاتفاقية المصادقة عليها وبالتزاماتها طبعا الدولية. المغرب كدولة أبانت على إيجابيتها في التعامل مع الآليات الأممية رغم منافسة جنوب إفريقيا مع الأسف وبدعم من الجزائر، ولكن الواقع لا يرتفع. اليوم المغرب أبان على ثقته في مؤسسته، كل المجهود الذي بذل رغم كل النزاعات سواء الصحراء المغربية أو في الداخل، رغم كل عراقيل من أجل التشويش كما قلت على هذا المسار، لا من الداخل ولا من الخارج، ولكن طبعا هناك عمل جبار، وهناك ينتظرنا كفاعلين حقوقيين وسياسيين ومناضلين ومناضلات عمل جبار من أجل تمكين النساء، لكي يعطي المغرب المثل في أنه دولة تحترم التزاماتها الدولية. يجب أساسا النهوض بحقوق النساء، تمكين النساء اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا.